الفيلم ديال هشام عيوش مليء بالرموز والرسائل اللي كتعلق عمليا بالهوية المغربية وكذلك نمط التدين المغربي. الفيلم على العموم كيحاول يبين واحد المرحلة من تاريخ المغرب اللي كان فيها هجوم كبير ديال نمط التدين المشرقي المتطرف على التدين والإسلام المغربي، وكيبين من خلال الصراع ديال الأشخاص ديال الشخصيات ومن خلال الوقائع ديال الفيلم كيبين كيفاش أنه في النهاية الهوية الأصلية ديال كل شعب هي اللي كتسمح له باش يعود تكون عنده الثقة في ذاته ويأكد ذاته انطلاقا من مقومات الأصيلة اللي عنده في الثقافة بما فيها الثقافة الدينية المغربية اللي هي كتميز بالوسطية وبالاعتدال وبالتسامح وبالنزعة الإنسية اللي فيها الاحترام ديال الإنسان وتعظيم دياله وفيها كذلك الانفتاح على العالم وعلى التجارب الإنسانية. والفيلم كيعمل واحد التوازي بين زوج ديال الآفات اللي يعني المجتمعات كتصارع ضدها، الآفة اللي هي التطرف الديني والآفة اللي هي الفساد والمافيات ديال الفساد في الدول، وكيبين بأنه خصنا عمل المقاومة. والفيلم كيوقف بجانب الإرادة الإنسانية ضد لا التطرف الديني اللي كيرفض الحياة وكيرفض القيم الجميلة، ولا كذلك ضد لا كوربسيون ضد الفساد وضد اللوبيات اللي كتهدم الدولة وما كتخليش دولة القانون تمشي بشكل طبيعي. بطبيعة الحال كنعتقد بأن عيوش لا نبيل ولا هشام عندهم توجه فعلا في الفن وفي السينما، وهو دائما الانتصار لما هو إنساني وللقيم الإنسانية ضد التشدد ضد الانغلاق ضد التطرف ضد يعني الكراهية ديال الآخر. وكنعتقد أن يعني أي إبداع فني كيف ما بغى يكون هذه هي الروح ديالو، هذه هي الروح اللي خصها تكون عنده. الفن دائما النزعة ديالو الأصلية والعميقة هي الإنسية هي الهيومانيزم، وهذا شيء اللي خصو يأثر كاع تقريبا الإبداعات ديالنا لا في الرواية لا في الشعر لا في المسرح لا في السينما. بطبيعة الحال هذا النوع الإبداع كي يصطدم بالمجتمعات اللي يعني دوزت سنوات طويلة في الهيمنة ديال الإيديولوجيات اللي هضرنا عليها اللي هي إيديولوجيات أجنبية في الأصل، ولهذا كنلقوا أن الوعي المواطن ضعيف، ولكن في نفس الوقت كنلقاو واحد الإرادة عند كل مجتمع باش ينهض وباش يوقف على رجليه ويواجه التحديات اللي كيلقى قدامه. السينما المغربية عمرها ما كانت كتهاجم دين من الأديان، السينما المغربية دائما دفعت على الشخصية المغربية وعلى التدين المغربي. كتلقى دائما الإمام ديال الجامع كيف في هذا الفيلم ديال هشام، الإمام ديال الجامع في المغرب كيمثل ديما الشخصية الدينية المغربية، ودائما كيمثل الخير، كيمثل ما هو يعني واحد نموذج ديال الخير. بينما الأفلام كتصور فعلا أن التدين اللي جاي من برا أنه ماشي هو نفس التدين اللي عشناه مع العائلة ديالنا. احنا عمرنا ما كان عندنا مشكل مع الإسلام كدين، ولكن من 79 لفوق منين بدينا كنشوفوا الإخوانية ونشوفوا الوهابية السلفية هنا ولا عندنا مشكل، ولينا كندخلوا في صراعات ما هيش ضد الإسلام ولكنها ضد الإخوانية والوهابية. والإخوانية والوهابية ماشي هما الإسلام، هما واحد الإيديولوجيا سياسية اللي متشددة واللي في الحقيقة في العمق ديالها ليست دينية.